تمام كده. يبقى احنا قلنا تاني حاجه بتحدد الفريكوانسي ريسبونس للاربع حاجات دول، الاير في الانلت والفوليوم قدامه والفوليوم وراه والكومبلاينس بتاعه هو. ده بيعمل لنا حاجه اسمها الهيلمولتز ريزونانس. كلمه ريزونانت احنا خدناها في الاكوستكس زمان، كلمه ريزونانس الاحسن فريكوانسي السيستم بيستجيب عندها. اما نقول الريزونانت فريكوانسي بتاع الاكسترنال اوديتوري كانال، يبقى ايه هي احسن فريكوانسي بتعدي جوه الاكسترنال اوديتوري كانال باقل امبيدنس واحسن ادمتنس. لما نقول الريزونانت فريكوانسي بتاع الميدل اير، يبقى إيه احسن فريكوانسي بتعدي جوه الميدل اير باقل استهلاك للطاقه واحسن ادمتنس واقل امبيدنس، اقل اعاقه. فكلمه ريزونانس هي الاوبتيمم تو باس ثرو، تمام كده. فايه هي الاوبتيمم فريكوانسي ريسبونس بتاع الميكروفون ده؟ هي احسن فريكوانسي ريسبونس بتعدي بالمراحل دي كلها او بتعدي بالخطوات دي كلها. في الفيجر ده الريزونانت فريكوانسي حوالي 5000، من 4000 ل 5000 اللي هي البيك دي، اللي بعدها بيحصل كات ودروب للكيرف. يبقى احنا عندنا جزئين او اتنين فريكوانسي، الكورنر فريكوانسي او الفريكوانسي اللي عندها الاير باس الداخلي بيحدد الكات وبعدها الكيرف يقع، والريزونانت فريكوانسي اللي هي احسن فريكوانسي اللي بتعدي في الاربع مراحل دول بالاوبتيمم وبعدها الكيرف تاني يقع. يبقى احنا عندنا اتنين فريكوانسي بيحددوا الكيرف بتاعنا، الكورنر والريزونانت او الهيلمولتس ريزونانس. This resonance cause peak in gain frequency response typically about 5 dB. يبقى هي الميكروفون عندها البرفورمانس بتاعه افضل 5 dB من بقيه الكيرف. The shorter and wider inlet port the higher the resonant frequency and consequently greater in high frequency bandwidth. يعني بيقول لك الانلت بورت بتاع الميكروفون، مدخل الميكروفون اللي احنا شفناه في الصوره من شويه، كل مكان واسع كل مكان خلى الريزونانت فريكوانسي ناحيه الهاير فريكوانسي، تمام كده. ده الفريكوانسي ريسبونس بتاع الميكروفون. مايكروفون امبرفكشن، ايه العيوب اللي ممكن نلاقيها في الميكروفون؟ اول حاجه بريك داون when exposed to chemical agent like perspiration. الحاجات دي حساسه جدا للعرق، العرق بيبقى فيه املاح وبيبقى فيه حاجات ممكن تعمل تاكل في الدايفراجم او تاثر على الميكروفون بيرفورمانس. فيبقى اول حاجه هو سنسيتيف للكيميكال. ثاني حاجه راندوم الكتريكال نويز. النويز جوه الميكروفون بتنشا من ايه؟ الميكروفون ده نويزي لما تيجي تقيسيه على الجهاز بتاع، تقيسيه بالجهاز يعني، هيقول لك ان ده الميكروفون ده نويزي. النويز جوه الميكروفون بتنتج من ايه؟ random motion of air molecule against diaphragm. يبقى اول حاجه حركه الاير بارتكل اللي فوق واللي تحت الدايفراجم. ثاني حاجه random electrical activity في الانترنال مايكروفون امبليفاير. احنا قلنا جوه الميكروفون جوه الميكروفون نفسه في الفيلد افكت ترانزستور اللي هو الامبليفاير الصغير اللي محطوط جوه الميكروفون. فراندوم الكتريكال اكتيفيتي ويز ان انترنال مايكروفون امبليفاير. مايكروفون نويز از جريتست ان مايكروفونز يوز ان انترنال اكوستيك باس تو ستيبلي رول اوف لو فريكوانسي. ان هو يوسع الانترنال اكوستيك باس ده ممكن يعمل مايكروفون از جريتست نويز از جريتست ان مايكروفون يوز انترنال اكوستيك باس تو ستيبلي رول اوف لو فريكوانسي ريسبونس اوف مايكروفون. لو ضيقنا الفتحه اللي احنا الاير باس اللي جواها هنرحل الميكروفون ناحيه اللو فريكوانسي فده يعمل نويزي. فعلى حسب الكاركترستكس بتاع الميكروفون ده هتحددي اذا كان نويزي ولا اقل في النويز برودكشن او راندوم الكتريكال نويز جواه. مايكروفونز ار سنسيتيف تو فايبريشن. لو العيان لابس البي تي اي وبيجري مثلا في التراك، دبت رجله على الارض بتعمل فايبريشن في البي تي اي، بتعمل فايبريشن للدايفراجم بتاع الميكروفون كانه اتحرك بهواء فيولد طاقه فيعمل نويز. يبقى اول حاجه مايكروفون ار سنسيتيف تو فايبريشن. لما بيحصل شيكن الميكروفون الانرشيا بتاع الدايفراجم القصور الذاتي بتاعه هيبدا يتحرك كان هواء حركه فيبدا يحصل الكتريستي ويتولد طاقه. It is amplified into annoying sound. تاني حاجة ممكن تعمل نويز لو الريسيفر والميكروفون جنب بعض، فالفايبريشن بتاع الريسيفر يحصل له باكورد دايركشن للميكروفون، يرجع للميكروفون يعمل له فايبريشن يبدأ يولد طاقة تاني، فده يحصل
فيشيا سيركل، ان ده عمال يتهز ويحرك الميكروفون ورا فالميكروفون يكبر الصوت وهكذا. عشان كده من ضمن عيوب السماعات الـ imperfection isolation of different part. microphone may overload and distort sound if input sound pressure too large. لو دخل له صوت عالي هيحصل overloading وdistortion ويبدأ يعمل noise. bad design لو الميكروفون mounted with long thin tube on its inlet port. لو التيوب بتاعه طويلة قوي ورفيعة قوي فده بيزود الامبيدنس بتاعها فيخلي مرور الصوت جواها او مرور الساوند الاكوستيك انرجي جواها صعب فده يبقى باد ديزاين وده هيخلي الهيلموتس ريزونانس يتحرك لللو فريكوانسي اللي هي اوريدي نويزي اصلا. سادس حاجة الويند نويز الهواء ان الميكروفون بورت فتحة الميكروفون على السماعة من فوق في اتجاه الهواء فاحتكاك الهواء بالميكروفون بورت يعمل نويز للعيان. العيان يقول لك لما بمشي في الشارع السماعه نويزي من الهواء او اما بيبقى في هواء او قاعد في تكييف او مروحه او حاجه السماعه بيبقى صوتها نويزي. فده حلها ان احنا يا اما البورت بتاع الميكروفون ده بيتغطى بس ده ممكن ما يكونش حاجه كوزموتيك كويسه يا اما في السماعات طبعا الصغيره السي اي سي والحاجات اللي جوه الكنل دي بتبقى بعيده عن الويند فدي بتخلي العيب ده مش موجود او وير لايت سكارف يتلبس حاجه خفيفه على السماعه من بره بس ما تبقاش تايت ما يبقاش تايت سكارف بيبقى لايت سكارف with sufficiently open wave not to obstruct sound بس تمنع الويند نويز دي انها تحصل. ده الميكروفون بورت وده الريسيفر بورت داخل على على الاير هوك على التيوب والفوليوم كنترول ده شكل السماعه البي تي اي. الدايركشن الميكروفون احنا هنخليه المره الجايه انا عايز النهارده ناخد الريسيفر عشان هو عكس الميكروفون. الريسيفر عكس هو تاني ترانسديوسر موجود جوه السماعه. زي ما قلنا الميكروفون بيحول الاكوستيك لالكتريستي، الريسيفر هيحول الالكتريستي لاكوستيك. فهو اللي قلناه هيبقى هنا العكس. Identified as a speaker or output. معلش يا دكتور ممكن بس الحته اللي فاتت دي تاني؟ انا ما طبعتهم بره بس. معلش. لا لا ولا يهمك. احنا قلنا ان الترانسديوسر ده اللي بيحرك بيغير الطاقه من شكل لشكل تاني. فاول ترانسديوسر خدناه الميكروفون حول الاكوستيك انرجي ل الكتريكال انرجي. الريسيفر هيعمل العكس هيحول الالكتريكال انرجي اللي جايه له بعد ما امبليفايد وحصل لها مانيبيوليشن بالفلتر وكل حاجه ده اخر محطه جوه السماعه. هيحول الصوت بعد ما حصل له موديفيكيشن يحوله لصوت هيحول انا اسفه الالكتريستي لصوت. فاحنا الريسيفر هيحول الالكتريستي اللي جايه له لصوت عكس اللي احنا قلناه كله بقى. الريسيفر الديفينيشن بتاعه ترانسديوسر كونفرت الامبليفايد موديفايد الكتريكال سيجنال انتو اكوستيك سيجنال او فايبراتوري لو طالع على بون فايبراتوري. يبقى هو هيحول الالكتريستي اللي احنا عملنا لها كل الموديفيكيشن والامبليفيكيشن جوه السماعه لصوت. الكونستراكشن بتاعه عكس يعني شبه الميكروفون بالعكس. احنا هنا هنحول الكتريستي لصوت. الكتريستي يبقى محتاجين واير او كويل. فاحنا عندنا كويل وعندنا ميتال بيس وعندنا بيرمننت ماجنت وعندنا دايفراج. الكهرباء هتعدي جوه الكويل تحول الميتال اللي هو مش ماجنتيك لماجنت تولد ماجنتيك فيلد. الميتال ده لما يتحول لماجنت وهو موجود اوريدي حوالين بيرمننت ماجنت الصوره موجوده تحت هنا ده الكويل حوالين ميتال وفي بيرمننت ماجنت هنا اللي هما الاثنين بار اللي فوق بعض دول شايفينهم الاثنين بار دول لهم شحنتين مختلفتين والميتال ده لما يتحرك جوه يحصل كهرباء حواليه يتحول لتمبراري ماجنت هيبقى يا يتحرك ناحيه يا يتحرك عكس الاثنين شحنتين المختلفتين ما احنا عندنا واحد فوق
وليكن موجب وتحت سالب، هو هيحصل له شحنه، يعني يتحرك فوق يا تحت يحصل له فايبريشن، حركته تتنقل للديافراجم اللي فوق، الديافراجم يبدا يتحرك يولد صوت. احنا كده عكس اللي احنا قلناه، احنا هناك ديافراجم بيتحرك بصوت يروح على باك بليت عليها شحنه، يغير الشحنه يولد طاقه تعدي فاير تروح للجزء اللي بعده اللي هو بقى الامبليفاير والفلتر والكلام ده. هنا الصوت بعد ما حصل له فلترنج وكل حاجه راح في واير، مش الصوت انا اسفه، الالكتريستي، الالكتريستي بعد ما اتعاملنا معاها كفلترنج وامبليفيكيشن هتروح لواير، الواير ده ملفوف حوالين ميتال بيس، الميتال دي لفه الواير حواليها ومرور الطاقه جوه الواير تحولها لتمبرري ماجنت، الماجنت ده موجود ما بين قطبين مغناطيس، واحد يشده وواحد يزقه، فعمال طالع نازل يحرك دايفراج، الدايفراج ده حركته تطلع صوت تخش على ودن العيان والصوت يروح له بعد ما حصل له الموديفيكيشن والامبليفيكيشن. دي فكره عمل الريسيفر. يبقى كارنت باس ثرو كويل موجود حوالين ميتال يحوله تمبوراري لماجنت، الكارنت الترنيتس ان دايركشن، الكارنت له شحنتين برضو فاختلاف الدايركشن بتاعه يحول الماجنت ده لماجنت بديفرنت تشارج، فشويه القطب الايجابي يشده والسلبي يزقه والعكس وهكذا، طالع نازل يحرك في الدايفراج. هو في ايه اللي حصل؟ الدايفراج متولد صوت، تمام كده. دي الميكانيزم اوف اكشن اوف ريسيفر. الادفانتج سيمبل وايد فريكوانسي رينج ريسبونس ليتل باور كونسامبشن ليتل ماجنتيك فيلد اوتسايد ذا كيس، ما بيحصلش ليكج للماجنتيك فيلد ده، والفوليوم بتاعه صغير. عيبه ان ممكن يحصل بيك كليبنج لو الميتال التمبرري ماجنت اللي حصل ده او الارميتشر اللي موجود ده كان بيتهز بشده فيخبط في البيرمننت ماجنت اللي موجود، الخبط ده يعمل بيك كليبنج للصوت اللي هيحصل فيعمل نويز ويعمل ديستورشن جوه السماعه. يبقى الديس ادفانتج البيك كليبنج اند هنس نوت اوبريت لينيرلي وانس ارميتشر اللي هو التمبرري ماجنت اللي حصل ترافل سفيشنتلي فار، لو اتحرك سفيشنتلي فار ذات تاتش الماجنت الاصلي اللي موجود او البيرمننت ماجنت ده هيعمل بيك كليبنج. الحل يا اما نكبر نوسع المسافه ما بين الاثنين ماجنت بالذات في الريسيفر اللي بتحتاج جريتر اوتبوت، يبقى جريتر اوتبوت كان بي اوبتيند اونلي باي يوزنج ريسيفر ويز بيجر دايفراجم ويتش انكريز سايز اوف ريسيفر ويز ماجنت فيرذر ابارت، نبعد الاثنين ماجنت عن بعض، فيبقى ان التمبوراري ماجنت او الارميتشر ده يوصل لهم هيبقى اصعب، فما يحصلش البيك كليبنج ما يحصلش الديستورشن للسماع، تمام كده. في حاجه اسمها الدوال ريسيفر، ان السماعه يبقى فيها اثنين ريسيفر باك تو باك بنستعملهم عشان نكنسل الميكانيكال فيدباك اللي بيحصل. في سماعات بيبقى فيها حاجه اسمها في حاجه نوع اسمه انتجريتد ريسيفر. انتجريتد ريسيفر ده الريسيفر فيه اوتبوت امبليفاير، زي ما قلنا السماعه ممكن يبقى فيها اب تو 3 امبليفاير، واحد موجود جوه الفيلد افكت ترانزستور اللي موجود جوه الميكروفون، وادي الاوتبوت امبليفاير او الانتجريتد ريسيفر تايب، والامبليفاير الاصلي بتاع السماعه. باتون تايب ريسيفر، باتون ريسيفر تايب امبادي وورن هيرنج ايد، ده اللي بيبقى موجود باتون ريسيفر اللي هو موجود جوه الاير مولد اللي موجود في البادي تايب. طيب الفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر، زي ما قلنا الفريكوانسي ريسبونس بتاع الميكروفون، هنا الفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر برضه. ده فيجر شوينج الفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر في بي تي اي. دكتور هي الشاشه ثابته؟ الشاشه على فريكوانسي ريسبونس دلوقتي. اصل انا خرجت عشان كانت ثابته وبرضه ما اتغيرتش عندي، مكتوب قدامي دايركشن الميكروفون، اخرج تاني؟ اه لا كده خلاص. كده ظهرت؟ لا يبقى انا اللي ما كنتش عليها صح. ما حدش. طيب تمام. انا قرات عشان كده. طيب تمام. طيب كده تمام ظهرت.
طيب احنا الفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر. طيب ده فيجر شوينج الفريكوانسي ريسبونس بتاع البي تي اي. احنا عندنا هنا الفريكوانسي ريسبونس بتاعه ادينا شايفين الريزونانت فريكوانسيز او الفريكوانسي اللي عندها الاوبتيمم ريسبونس بتاع الريسيفر، هتلاقي عند ال1000 وعند ال3000 وال4000 دي الاوبتيمم ريسبونس عند ديفرنت فريكوانسي بتاع الريسيفر. There are pumps and depths of frequency response of BTE receiver connected tubing and ear mold. Wavelength resonance at frequency 1, 3, 5 caused by tubing. احنا عندنا شكل ده الريسيفر شبه الميكروفون. لو تيوبينج صغيرة كده والماس نفسها بتاعته وطالع على الاير هوك على التيوب بتاع البي تي اي. فكل التيوبينج سيستم ده بيعمل موديفيكيشن للريزونانت فريكوانسي النهائية اللي هتوصل للعيان. فالويف لينث ريزونانت ات فريكوانسيز اراوند 1 3 5 كيلو هرتز كوزد باي تيوبينج سيستم. This tubing comprise التيوبينج سيستم ده شورت لينث تيوبينج انسايد الهيرنج ايد التيوب الصغيرة بتاع الريسيفر والستاندرد بي تي اي تيوب والاير هوك، او لو البي تي اي دي كانت سن تيوب بي تي اي ده هيغير الريزونانت فريكوانسي لو كان النوع رفيع. الريزونانت فريكوانسي عند 4 اللي هي برضو الهيلمولتز ريزونانس between mass of air in tube and volume of air inside receiver. يبقى احنا تقريبا بنقول شبه اللي احنا قلناه في الميكروفون. فهنا برضو هيلمولتز ريزونانس عند 4 كيلو هرتز بتحصل نتيجة لكمية الهواء اللي موجودة في التيوب وفي جوه الريسيفر نفسه. بامب ات 2 كيلو هرتز كوزد باي ميكانيكال ريزونانس اوف ريسيفر. يبقى في بامبنج بيحصل عند ال 2 كيلو هرتز ده نتيجة للماس بتاع الدايفراج نفسها والكومبلاينس بتاعته. يبقى زي ما قلنا برضو في الميكروفون الكومبلاينس بتاع الدايفراجم بتتحكم في الريزونانت فريكوانسي، هنا برضو الكومبلاينس والماس بتاع الدايفراجم بتتحكم وبتعمل بامبنج عند 2 كيلو هرتز. طيب ده الكلام ده في البي تي اي. السي اي سي والاي تي اي والريت او الرايت ذير ار تو بيكس، واحده عند 2.2 كيلو هرتز وواحده عند 3 كيلو هرتز. واحده من 2.2 ل 3 وواحده عند 5. يبقى في اثنين بيكس في السي اي سي او السماعات الصغيره من 2 ل 3 كيلو هرتز و5. الاولانيه نتيجه للميكانيكال ريزونانس بتاع الريسيفر، واللي عند 5 نتيجه للريسيفر تيوبينج. تمام كده. يبقى دي الفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر. هنتكلم عن البي تي اي البيكس بتاعته عند ايه نتيجه للهواء ونتيجه للتيوبينج سيستم، هنتكلم عن هيلمولتز ريزونانس، هنتكلم عن السماعات الصغيره الريزونانت فريكوانسي بتاعها موجود فين وليه ميكانيكالي وتيوبينج برضو. ايه اللي بيتحكم في الاوتبوت والفريكوانسي ريسبونس بتاع الريسيفر؟ physical properties of receiver component and tubing. يبقى اللي هيتحكم لنا في الناتج النهائي اللي طلع لنا من الريسيفر الفيزيكال بروبرتي بتاع الريسيفر المحتويات بتاعته والتيوبنج سيستم بتاعه والماجنتيك فورس اللي موجوده جوه والفايبريشن بتاع الدايفراج. كل ده هيتحكم لنا في الفاينل اوتبوت بتاع الريسيفر، المكونات بتاعته والتيوبنج والماجنتيك والكومبلاينس بتاع الدايفراج. بيقول لك افضل حاجه ان الريزونانت فريكوانسي بتاعه تكون من 2.5 ل 3 لان هي شبه الريزونانت فريكوانسي بتاع الان ايديد اير. بس انواع الهيرنج ايد ريسيفر زي ما قلنا الفاينل اوتبوت ده يا اما هيخرج كاكوستيك يا اما هيخرج كفايبريشن. طلع اير كوندكشن هيطلع على هيطلع سواء بقى في البي تي اي تراديشنال على اير مولد على التيوب على اير مولد، او لو هيطلع في الريسيفر ان ذا كانال يبقى على الكانال على طول، او لو بون كوندكشن هيطلع على فايبريتور. يبقى هيتحول مش هيتحول بقى الاكوستيك هيتحول لفايبريشن.
يبقى they are designed to vibrate their housing أو الكيس rather than setting up sound wave. يبقى هنا مش هيبقى diaphragm يدينا صوت، لا هيبقى vibration للكيس نفسها اللي موجودة جوه الموجود فيها الريسيفر. فالكيس أو الغلاف بتاع الريسيفر ده كله يتهز فيتحرق وهو محطوط على الماستويد يوصل الصوت للماستويد منها للكوكلي. الريسيفر ان ذا كانل ادي زي ده شكل السماعه. الريسيفر ان ذا كانل زي ما قلنا هنا وعلى تيوب، والتيوب دي جواها سلك اسود، ودي الريسيفر على الاير دوم. سيميلر تو بي تي اي ان شيب بات سمولر، والريسيفر بليسد ان ذا اير تيب انستيد اوف هاوسنج، بدل ما يكون موجود في الهاوسنج بتاع السماعه من ورا مع الميكروفون موجود في الاير تيب او الاير او الدوم. ده مناسب للمايل تو مودريت up to severe، بس يعني ما بنستعملوش للسيفير، يعني هو mild to moderate، بالكتير moderate to severe. ال RIC hearing aid sound is sent from housing behind the ear through thin wire to receiver in the canal. أو ال RET اللي هو receiver in the ear، الريسيفر بيبقى موجود جوه ال ear mold. ده شكل السماعة برضو، ودي شكل التيوب جواها الواير، والريسيفر موجود مزروع جوه ال ear mold أو معمول له جزء راسي جوه الاير مولد اللي موجوده في ودن العين. Transmit sound to receiver that sits just outside ear in conca. ده اير مولد عاديه وبس فيها جزء فاضي محطوط فيه الريسيفر. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا الريسيفر. في اي حاجه مش واضحه فيه؟ لا تمام يا دكتور. انا هوقف الريكوردنج. احنا كده الحمد لله تقريبا خلصنا النهارده. بكره ان شاء الله هنكمل الكومبوننت، وعايزه الدايركشناليتي بالالجوريزم هناخدها مع بعضها مره واحده يعني.